في إطار أنشطتها الخيرية، نظمت جمعية ستيب أب نشاطا تطوعيا لفائدة أطفال مرضى السرطان بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، نشاط يهدف لإدخال الفرحة وتخفيف بعض المعاناة على المرضى الصغار تحت شعار لنصنع الابتسامة. تحية لجميع الفاعلين في جمعية ستيب أب، تحية للأعضاء ديالنا اللي كان يوم مميز، هذا النهار يوم عظيم عند الله عز وجل اللي ارتأت فيه الجمعية ديالنا على أنها ترسم البسمة في محيا أطفال ذوي مرض السرطان اللي كنتمنوا الشفاء العاجل لهم. في هذه الأيام المباركة هي أيام عظيمة عند الله عز وجل كما قلت. من ضمن الأنشطة اللي كتقوم بها الجمعية ككل موسم، وهي أنها كتزور جميع المقرات وجميع الدور اللي كتكون عندها حس إنساني، مثل الخيريات، دور العجزة، الدار ديال مرض السرطان إلى غير ذلك. أبت جمعية ستيب أب إلى أنها تقدم هذه البسمة كما قلت في هذه الأيام المباركة. جد سعادة وجد مسرورين بمشاركتنا في هذا النشاط، هذا النشاط الخيري الترفيهي لفئة أطفال مرضى السرطان بالمركب الجامعي سي اتش او. هذا النشاط هو جاء تسميما للأنشطة السابقة في الجمعية، هي جمعية لا زالت فتية ولكن أنشطتها هي جميلة وكثيرة ومتنوعة، هي تخص بالدرجة الأولى الأعمال الخيرية والأعمال والأنشطة التعليمية التعلمية لفئة الأطفال، وكذلك لفائدة إدماج الشباب بشكل عام. يتزامن هذا الحفل الخيري مع اقتراب شهر الرحمة والغفران، فبقلوب رحيمة أقبلوا شباب جمعية ستيب أب في يوم خاص على صنع ابتسامة على شفاه الأطفال عبر فقرات ترفيهية متنوعة. هادي اللي تديروا لهم هاد الحفله تينساو المرض ديالهم وتيحتفلوا وتيفرحوا بحال اللي تينساو ديك المرض وديك الشيء. شكرا. اليوم كنتواجدوا حنايا بمركز الاستشفاء الجامعي الحسن الثاني، ومباشره قدام دار الطفل. دار الطفل المركز اللي مازال ما دشنش ومازال ما نشطات فيه حتى جمعيه، فالحمد لله قدرنا اننا ناخذوا هذه الفرصه هذه والانيسياسيون على اساس اننا حنا اول جمعيه تربويه كنحظوا بهذا الشرف اننا نشطوا وليدات ديال داء السرطان الله يشافيهم في هذا المركز الجميل والجميل جدا. ويعتبر هذا النشاط هو الاول من نوعه بدار الطفل المنشئ حديثا والتابع للمستشفى الحسن الثاني بفاس. المركز يقدم خدمات إنسانية ثقافية وتوعوية لفائدة الأطفال المرضى وعائلاتهم. كنشكركم بعدا على هذا النشاط اللي درتو لنا هذا النهار، وكان السابقة يعني اول نشاط غيتقام به في الدار، وزعما رسمتي واحد البسمه على محيا ديال هاد الوليدات هادو. كنشكركم بزاف بزاف بزاف، مع ديجا هما ما غينساوش هاد النهار هذا. المهم هاد الدار هادي سهران عليها جمعيه من اجل الطفل سليم اللي الرئيس ديالها هو الاستاذ مصطفى حيده، اللي هو ميم طون هو الشيف سيرفيس ديال البيدياتري هنا في سي اتش او حسن دو فاس. وهذا دار الطفل هذا كيمتاز بانه كيستقبل الاطفال اللي كيكونوا اوسبيتاليزي هنايا، كيستافدوا من مجموعه ديال لي زاكتيفيتي بيناتهم، بانه ما ينقطعوش اول حاجه على الدراسه ديالهم، ثاني حاجه باش يخرجوا من داك الروتين ديال السيرفيس وديال لي ميديكامون وديال الطاقم الطبي اللي شي شويه كيبقى عندهم واحد يعني كيبقى سنسيبل بالنسبه ليهم. كيستافدوا من الانشطه بزاف، اللي بيناتها كاين واحد القاعه الموسيقى اللي متواجده هنا في المركز، كاين واحد لاصال ديال لاغ بلاستيك اللي كيشرفوا عليها بزاف ديال الفنانين اللي كيجيو، بيناتهم الرسامين اللي كيكونوا مشهورين وهذا كيجيو كيأطروا هاد الوليدات هادو كيديروا لهم بعض الانشطه.
كاين واحد الكيتشينيير اللي ممكن بحال دابا لي زاسوسياسيون اللي كيجيو كيديروا انشطه هنايا كيمكن لهم يستغلوها باش الا غيديروا شي حاجه لهاد الوليدات. ليهم كاملين وكنشكرهم كاملين من رئيس القسم حتى السيكوريتي حتى الفوند ميناج الفرمليه الاطباء كلهم تنحييهم تنشكرهم بزاف بزاف. هي خطوة إنسانية شبابية، شباب جمعهم الخير والطموح والعزيمة، آملين في غد أفضل ومستقبل مليء بالتطوع والإنسانية، استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخاه في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. صدق رسول الله.